صحيح استاذ ايمن، في علوم السياسه بيقولوا ان احيانا تلعب الدبلوماسيه الحزبيه دورا اكبر من الدبلوماسيه الرسميه، لان الدبلوماسيه الحزبيه فيها مساحه مرونه ومساحه حركه ومش متقيد بالبروتوكولات يعني بالتوجه السياسي، لا انا راجل حر ولكن في نفس الوقت انا عندي مظله اللي هي اهتمام او توجهات الدوله. عملتوا ايه؟ انتوا رئيس شباب الاحزاب، انتوا حزبيين وعندكم نوع من انواع الدبلوماسيه، اكيد ملف الخارجي لعب معاكم دور في القصه. هو في البدايه يمكن استكمالا اللي كنا بنتكلم فيه في موضوع اللي هو ان احنا ملامسين للمواطن اقليميا في الاول، احنا التنسيقيه عندها الى جانب التنوع الايديولوجي تنوع جغرافي، فاحنا في البدايه موجودين على مستوى اقاليم جمهوريه مصر أكيد العربيه، كلها موجودين في كل المحافظات حتى وصلنا لحلقه البوشلاتين، فالتنوع الجغرافي ده بيلمسنا اكتر بالقضايا الرئيسيه اللي بتهم المواطن، وده يمكن التواصل المباشر اللي كان ما بين التنسيقيه وما بين المواطن بدا فعلا زي ما كان بيتكلم زميلي حازم في ازمه كورونا، وده بدا بمبادره هامه اللي هي كانت اسمها مبادره الوعي الامني. المبادره دي كانت ان احنا بننزل كل المحافظات، واحنا مش محتاجين لان احنا لنا ممثلين في كل المحافظات، بنحاول ان احنا نوفر الاحتياجات اللي كان فيه قصور الى حد ما في مديريات الصحه علشان صحه المواطن، وده كان بمجموعه من التكاتف ما بين الاحزاب السياسيه مع داخل التنسيقيه، الى جانب ان احنا كمان مش فكره احزاب فقط، احنا لدينا مجموعه من الشباب المسيس، لان التنسيقيه دايما بتستهدف ان يكون عندنا ملفات هامه زي ما حضرتك بتتكلم، ان يكون عندنا متخصصين في الشان الدبلوماسي او يعني الشؤون العامه في مصر وخارجيا، لان احنا فكره التخصص دي بتدينا ان احنا نبقى موجود معانا مجموعه من الشباب اللي بيقدروا يديروا او بيشتغلوا على هذه الملفات ويوجدوا حلول علشان يلاقوا اللي هي اليه الحلول ونخرج بتوصيات ونتائج. يمكن اول حاجه اتلمست معانا في الجانب اللي هي الدبلوماسي كانت دعوه التنسيقيه للسيده الامريكيه اللي كان يمكن العالم كله اتكلم عنها في فكره ان هي كان عندها مريضه الكانسر اللي كانت حابه ان هي تيجي تزور مصر، والتنسيقيه تكفلت ده من وجودها في امريكا الى ان هي وصلت هنا ويسرت ليها كل السيارات. كمان كان للتنسيقيه دور واضح في ان هي اشتغلت في ظل الازمه ما بين روسيا واوكرانيا، ويمكن احنا في التنسيقيه مع اطلاق الاستراتيجيه الجديده عملنا فكره اسمها المنتديات. المنتديات كان من ضمن المنتديات الهامه اللي اشتغلنا معاها المنتدى الدولي يمكن اللي موجود فيه زميلي حازم في جانب التخصص الدولي اكتر. فكره المنتديات ان احنا بنشتغل على كل الملفات، مش فقط اللي هو الملف السياسي، لا الملف الاجتماعي وكمان الملف الاقتصادي، الملف الثقافي، السياسات العامه داخل جمهوريه مصر العربيه، ده بالنسبه لنا مهم جدا. والاهم ان احنا بنيجي في هذه الفتره، احنا الاستراتيجيه دي اطلقناها مع بدايه العام، فاحنا بعد 6 شهور بنعمل عمليه قياس لما مدى تنفيذ هذه الاستراتيجيه علشان نقدر في خلال 3 شهور قادمين نضع الاستراتيجيه الجديده اللي توصلنا للتواصل بصوره مباشره اكتر الى الرضا والثقه من المواطن، لان احنا دايما بنقول ان التنسيقيه شباب الاحزاب السياسيين هي عملت نوع من انواع الطمانينه او تغيير فكره السياسيين امام المواطن، يعني دي كانت نموذج، ويمكن ده كلنا شايفينه كمواطنين في البرلمان، النواب الممثلين للتنسيقيه سواء داخل مجلس النواب او مجلس الشيوخ بنسبه يعني عندها 48 نائب في البرلمانين ما بين منتخب وما بين معين، بيأدوا دور عظيم ورائع في سواء كان خدمي او تشريعي في استخدام الادوات الرقابيه اللي هم بيقدموها، كمان في الزيارات الميدانيه اللي هم بيتحركوا فيها لرصد الواقع، كمان في لقاءات رسميه بيعرضوا فيها رؤى وسياسات من خلال تعاون مشترك. يمكن احب اضرب مثال بسيط ان احنا عندنا من 3 ايام كان في جلسه في مجلس الشيوخ اتقدم فيها اللي هو مقترح طلب على موضوع الادمان اللي هي ازاي نعمل مكافحه الادمان بداخل لجنه الصحه، وده كان عباره عن ان احنا عندنا مشروع اسمه مشروع العداله الثقافيه داخل تنسيقيه شباب الاحزاب السياسيين، ليه مجموعه من المحاور من ضمن المحاور الخاصه بيه اللي هي ازاي يحصل مكافحه للادمان، وده فعلا تم مناقشته من خلال زميلتنا النائبه سؤى سعيد، وده نتاج ان في عندنا شباب بيشتغل دائما على اوراق السياسات، وده برده نتاج هام جدا للتاهيل والتدريب اللي احنا مستمرين
موجودين في التنسيقية سواء كان للأعضاء أو للنواب، سواء نوابنا من مجلس الأمناء السادة نواب المحافظين أو نوابنا في المجلسين.